100 مليار رغيف بيتم إنتاجهم سنوياً تحت ما يسمى بدعم رغيف العيش. حضراتكم عارفين والكلام ما بقاش خافي على حد ولا عاد حتى الحكومة بتخبي الموضوع، بقت بتتكلم كده بالمفتشر نحن في طريقنا يا أخوانا لرفع الدعم كلياً عن المواطن المصري. مين اللي قال الكلام ده يا حكومة؟ لا والله ده احنا مجرد وسيط وبننفذ إملاءات قرارات تعليمات الجماعة اللي بيدونا فلوس اللي اسمهم صندوق النقد الدولي. والست اللطيفة رئيسة صندوق النقد جايالنا في الشهر اللي جاي عشان تطمن على فلوسها. اه والله العظيم قال لك زيارة محتملة لرئيسة صندوق النقد الدولي تقريبا يوم 2 نوفمبر القادم للاطمئنان على اجراءات الحكومة المصرية حسب توجيهات صندوق النقد. ايه بقى الاجراءات دي؟ رفع الدعم عن المواطن. ايه الاجراءات دي؟ ان المواطن مش من حقه ياخد سلع ولا ياخد عيش ولا دعم تعليم ولا دعم صحة ولا دعم، رغم ان كل هذه الاجراءات تخالف نص الدستور المصري في بعض المواد اللي بتكفل مجانية التعليم وبتكفل مجانية الصحة وإنفاق الدولة على التعليم وعلى الصحة وعلى لقمة العيش وعلى السلع التموينية. قلت لحضراتكم قبل كده نحن تقريبا عندنا 23 مليون بطاقة تموينية يستفيد منهم قرابة يعني تقدر تقول كده 71.8% أو 70 مليون مواطن، يعني بالمجمل لو هنتكلم عن الدعم السلعي ودعم رغيف العيش هنقول إن 70 مليون مواطن بيستفيدوا من دعم الأكل سواء كان سلع أو رغيف عيش. بلدنا حسب كلام الدكتور مدبولي بتدعم قرابة 100 مليار رغيف عيش، كنا بندعمهم قبل سنتين ب 120 مليار. النهاردة حسب بعض التصريحات وصل الدعم في رغيف العيش ل 90 مليار جنيه فقط. ليه؟ لأن الحكومة بتسحب نفسها شوية شوية شوية. طلع كمان موضوع الفلوس اللي هو هنديك هنكلفت لك في إيدك كده كام مليم على جنب ومالكش حاجة عندنا، لكن في حاجة بتحصل خلال الكام يوم اللي فاتوا يقول لك إن لدى السادة في الحكومة خطة إنهم يطفشوا المخابز اللي بتتعامل مع وزارة التموين ويطفشوا كمان المطاحن اللي بتتعامل مع وزارة التموين. هذا الخبر اللي فيما يبدو لما تبص له كده من بعيد لبعيد تشعر ان الحكومة دي خايفة على المواطن. قال لك التموين تفرض عقوبات جديدة على المخابز، لكن في الحقيقة الموضوع ده حسب كلام شعبة المخابز حسب كلام أصحاب الأفران تضييق من الحكومة على الأفران عشان يبطلوا يتعاملوا مع التموين. ايه الموضوع؟ الموضوع ان قبل كده كان رغيف العيش طبعا حضراتكم عارفين ان الحكومة بتقول ان وزنه 90 جرام واصحاب المخابز بيقول لك والله اخرنا لو وقفنا على دماغنا ما نقدرش نطلعه اكتر من 80 جرام. فكان بقى قبل كده بيحصل جرد او بيحصل مرور من السادة في التموين كان اللي بيجي مخالف ما بين 20 و30 جرام في الرغيف الواحد بيتم تغريمه 500 جنيه ومش عارف غلق المحل او الدكان او المخبز 3 ايام. دلوقتي مره واحده قال لك لا والله ده احنا هندي عقوبات وقطع رقبه. ايه يا سيدي هتعمل ايه؟ قال لك اللي هنلاقي عنده ما بين 20 و30 جرام انخفاض في وزن البتاع ده الرغيف هغرمه 10,000 وهقفل له المخبز او الفرن لمده شهر. طب واذا اتكررت؟ اخلي ال 10,000 20,000 جنيه واقفل له المخبز شهرين، واذا اتكررت يبقى 30,000 وثلاث شهور، واذا اتكررت هسحب منه الترخيص واقفل له الفرن تماما. طبعا اصحاب المخابز يقول لك الكلام ده غير منطقي، يعني لم يراعي الخطا البشري. ممكن دلوقتي يعدي راجل بتاع تموين يوزن رغيف عيش، الرغيف ده وقعت منه حته عجينه، اتقطعت منه حته لقمه، اتحرق جوه الفرن، فيوزنه يلاقيه ناقص 20 جرام، فيقرر على طول دفع 10,000 جنيه غرامه واغلاق الفرن لمده 10 شهور، الفرن ده عليه ايجار وعنده موظفين وعليه ضرايب وبيدفع ايتاوات وبيدفع خراب بيوت مستعجل. وده مش معناه
ان انا واقف مع بتوع المخابز اللي بيسرقوا من حجم رغيف العيش، لأ. لكن لما تلاقي هذا الضغط على اصحاب الافران في ظل زيادة سعر الوقود، زيادة سعر الدقيق، زيادة سعر مش عارف ايه، والدولة بتسحب الدعم وبتسحب ايديها شوية بشوية، لا ده الموضوع في إنا واخواتها. اصحاب الافران قالوا لك لا احنا مش لاعبين، لا يا سيدي احنا هنلم من بعض وهنقدم شكوى ونرفع قضية، وعملوا جروب بالفعل، جروب على الواتساب، وقرروا رفع قضية على وزارة التموين. لو تجيب لي كده نخلص الأول موضوع العيش وبعد كده نروح للأفران. قالك هنرفع قضية على وزارة التموين. طب يا سيدي وزارة التموين تسكت؟ لا، ده الشرطة المصرية تروح تقبض على أصحاب الأفران اللي بيفكروا يرفعوا قضية على وزارة التموين. المخابز تهدد بمقاضاة وزارة التموين بسبب تغليظ العقوبات. الموضوع بقى ما بقاش مصلحة مواطن، عشان ما حدش يكذب عليك يقول لك احنا بنغلظ العقوبات حفاظا على المواطن، لا، ده انت رايح تقفل المخابز عشان تريح دماغك اصلا من موضوع دعم العيش، وبقى الموضوع الاجراءات كلها مفضوحه. اضيف لك حاجه تانية، شوف هذه المطاحن كمان اللي بتتعامل مع وزاره التموين، عقوبات مشدده من وزاره التموين على المطاحن تهدد بازمه خبز قادمه. لما يبقى في نفس الوقت انت بتفرض عقوبات وبتضيق على اصحاب المخابز، تقوم كمان تفرض عقوبات وتضيق على اصحاب المطاحن، يبقى انت عايز تمنع المطاحن تورد للمخابز، وتقفل المخابز تمنعها تدي عيش للمواطن، يبقى المواطن ما عندهوش دعم عيش، الناس ترضى وتقول لك طب اديني بقى ايه المليمين اللي انت كنت بتقول عليهم 175 جنيه للمواطن الواحد، وكل مواطن ياخد ال 175 جنيه يجيب بيهم علبة سجاير، يلعب بيهم بلاي ستيشن، يرميهم في المية هو ونصيبه حسب قرارات ويعني تظبيطات السادة المسؤولين في البلد. شعبة المخابز تحذر من أزمة في الدقيق 72%، المطاحن كلها توجهت للتصدير إلى السودان وأفريقيا. هي بركات القرار، هو خد قرار بتغليظ العقوبات. إيه العقوبات دي؟ هيدفع كل مطحن يكتشف نسبة من الرطوبة في الردة، يعني حتى مش في الدقيق، لا ده الردة اللي موجودة في المطحن لو لقى فيها نسبة عفونة أو نسبة رطوبة بسبب مش عارف سوء التخزين أو بسبب إيه، هيقفل المطحن، هيخليه يدفع ثمن الردة مطوقة ثلاث أضعاف. طيب إذا هياخد هو منه الردة هياخدها بأقل سعرها ب20%، تحس كده النص بعين عينك، يعني حسب كلام أصحاب المطاحن مش كلام. النتيجة إيه؟ نتيجة إن المواطن اللي هيتأثر قولا واحدا، انت لما تقفل المخبز انا كمواطن هدفع الثمن. حضرتك لما تضيق على صاحب المخبز يقول لا والله بلاها تموين وخليني اشتغل عيش حر، يبقى انت كده ايه بتضيق على صاحب المخبز. شوف كده هذه الرسائل، ده كده العيش. وبالمناسبه زي ما بقول لحضراتكم، لا انا واقف مع اصحاب المخابز ولا عارفين نقف مع الحكومة، في حاجة غلط بتحصل. بصور رغيف العيش لا يصلح للاستخدام الآدمي داخل منطقة المعلمين، والسبب مجهول، وتبادل التهم بين أصحاب المخابز وأصحاب المطاحن، وزارة التموين واقفة في النص. فشوف بقى دلوقتي راجل صاحب المطحن ده كده، دي بعض الصور الجديدة للعيش اللي بيتباع في اسكندرية، في منطقة، في بعض الأماكن في الطابية وغيرها. طب نروح لأسيوط، شوف أسيوط كمان، دي أسيوط. طيب دي أسيوط، ومشكلة دلوقتي المواطن مش عارف حقه عند مين، حقه عند بتاع المخبز اللي بيقول والله ده الحكومة بتدوس فوق دماغي، ولا حقه عند بتاع المطحن اللي اضطر انه يصدر الطحين بتاعه لأفريقيا والسودان، ولا حقه عند التموين اللي بحجة الحفاظ على المواطن أنا دلوقتي بقفل المخابز والعيش لا وزن ولا طعم ولا لون ولا اي حاجه. اهالي الطابيه والطرح في اسكندريه بيشتكوا من رضاءه العيش المدعم او المدعم، والتموين بترد اصحاب المخابز هم السبب. يعني في حاجه غلط، عشان بس ايه، انا نفسي مش عارف يعني مين السبب، وزاره التموين، بتوع المخابز، ولا بتوع المطاحن،
اسمع كده السيد مصطفى مدبولي يمكن يبقى عنده الرد الشافي لما قال ان الحكومات اللي قبلنا هي السبب، يعني انهم ما زودوش سعر رغيف العيش. نتابع الفيديو. بالنسبة لموضوع الخبز احنا طلعنا هذا الموضوع، ولكن برضو مع الفترة القادمة مفيش النهاردة اي توجه يعني على المدى القصير لأي حاجة تانية. الافضل بدل ما انا كل واحد فينا متحسب يعني اي حكومة، ما حضرتك قلت اهو هم من اكتر من 34 سنة ما حدش خد القرار، ما هو كان ممكن لسان حل، معلش خلينا نتكلم بمنتهى الشفافية، كان ممكن لسان حل اي حد بيقول ايه، طب ما هي ما ممكن في فترات متعاقبة، مؤسف فترات سابقة، ده لو كان كل سنة بيزودوا شيلن انا اسف كانت المشكلة ما بقتش موجودة، صح؟ ما كان ممكن يتقال كده. ما هو بعض الناس لما قعدت معاهم بيروح احنا مش فاهمين هو الحكومات السابقه هي ليه كانت، ما هو ممكن ده لو كان كل سنه يزود، ده لو كل هقول لحضرتك حاجه كل سنتين يزودوا 5 قروش على الرغيف كانت المشكله بالنسبه بس كده المشكله بقت عند الناس اللي قبلينا مش عندنا. يعني لا احنا اللي زودنا الديون على البلد، ولا احنا اللي سلمنا رقبتنا لصندوق النقد الدولي، ولا احنا اللي بقى عندنا عجز في الغله فبقينا اكبر مستورد على مستوى العالم، ولا احنا الدولار يا عيني خسف بالجنيه الارض، فبدل ما كنا بنستورد بجنيه بقينا بنستورد ب10 اللي هو الدقيق يعني، لا ده الحكومات اللي فاتت هي السبب لانها ما رفعتش سعر الرغيف على المواطن. الحكومات اللي فاتت هي السبب لانها يا عيني ما قتلتش وداست على المواطن لاجل طرق وكبارب يعملهم أو بتعملهم الحكومة بتاعت السيد مصطفى مدبولي.